السلام عليكم أعزائي تلاميذ السنة الثالثة إعدادي. ضمن دروس مكون تربية على المواطنة كنا قد رأينا في شريط سابق الجزء الأول من درس المغرب وحوار الأديان، حيث توقفنا عند مفهوم حوار الأديان وكذلك عند بعض شروط ومبادئ وأساليب الحوار بين الأديان. في هذا الشريط سوف نحاول أن نتعرف على الجزء الثاني، حيث سنتوقف عند موقف المغرب من حوار الأديان وكذلك مشاركة المغرب في الحوار بين الأديان. بالنسبة للنقطة الأولى والمتعلقة بموقف المغرب من حوار الأديان، لدينا وثيقتين. الوثيقة رقم 6 عبارة عن نص دستوري وصور، والوثيقة رقم 7 عبارة عن نص يتحدث عن موقف المغرب من حوار الأديان. بالنسبة للوثيقة رقم 6 نجد على أن الفصل الثالث من دستور المملكة المغربية ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، إلا أن الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، ويتضح ذلك من خلال تعدد أماكن العبادة في المغرب، حيث نجد من خلال الصور الثلاث وجود مثلا بيعة بالدار البيضاء وهي مكان التعبد بالنسبة لليهود، وكنيسة بالرباط وهي مكان التعبد بالنسبة للمسيحيين، إضافة إلى مسجد بالدار البيضاء، أي يعني وجود مجموعة من المساجد في ربوع المملكة المغربية بالنسبة للمسلمين. من خلال الوثيقة رقم 7 نستنتج موقف المغرب، والذي يعني يتجلى في كون المغرب يدعم حوار الأديان، حيث كان المغرب ملتقا للتسامح والتساكن وموطنا للتفاهم والتعايش، وكذلك منطلقا لإقامة جسور تواصل على الصعيدين الحضاري والثقافي بين مختلف المجتمعات، رغم اختلاف هذه المجتمعات من حيث أديانها ومذاهبها. كما أن المغرب سواء في عهد الملك الراحل الحسن الثاني أو في عهد الملك الحالي محمد السادس، دائما نجد أن هنالك دعم للحوار بين الأديان. بالنسبة للنقطة الثانية والمتعلقة بمشاركة المغرب في حوار الأديان، لدينا الوثيقة رقم 8 وهي عبارة عن خطاطة تتحدث عن بعض آليات انخراط المغرب في تشجيع الحوار بين الأديان. من خلال هذه الوثيقة يتضح أن المغرب يسهم في مختلف الأنشطة المتعلقة بحوار الأديان، سواء على المستوى الخارجي، أي أن المغرب يسهم بشكل كبير في مختلف الندوات والملتقيات الدولية التي يتم تنظيمها خارج المغرب، إضافة إلى أن المغرب كذلك يحتضن وينظم مجموعة من الندوات والملتقيات والمؤتمرات داخل المغرب. هذه الندوات التي لها علاقة بموضوع حوار الأديان، مثلا الندوة التي تم تنظيمها بمدينة الرباط حول الحوار بين الحضارات. المغرب كذلك ينخرط بشكل نشيط في المنظمات الدولية والإقليمية التي تهتم بحوار الأديان والحضارات والثقافات، مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وكذلك منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة والمعروفة اختصارا بالإيسيسكو. إذن بشكل عام فيما يتعلق بموقف المغرب من حوار الأديان ومشاركته في تفعيله، بالنسبة للنقطة الأولى والمتعلقة بموقف المغرب من حوار الأديان، كما رأينا فإن المغرب دولة إسلامية تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، والمغرب مع حوار الأديان حيث كان منذ أقدم العصور موطنا للتعايش والتسامح والتفاهم بين مختلف المجتمعات رغم تنوع أديانها ومذاهبها، وما زال المغرب يؤكد على هذا الموقف الداعم لحوار الأديان في مختلف المحافل الدولية والوطنية. فيما يرتبط بالنقطة الثانية والمتعلقة بمشاركة المغرب في تفعيل حوار الأديان، نجد على أن المغرب يسهم في أنشطة حوار الأديان خارج المغرب. المغرب كذلك يحتضن وينظم مجموعة من المؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية التي لها علاقة بموضوع حوار الأديان، كما أن المغرب ينخرط في مختلف المنظمات الدولية والإقليمية التي تهتم بحوار الحضارات والثقافات والأديان مثل اليونسكو والإيسيسكو. إذن كخلاصة أو كخاتمة لهذا الدرس، يمكن أن نقول على أن أهمية حوار الأديان
الذي بطبيعة الحال يدعمه المغرب، تكمن في كونه يشكل عنصرا أساسيا لضمان الأمن والسلم.